بصراحه سعيد اللي قاعد في وسطي كباتن كبار عملوا انجاز كويس. حققوا بطوله كاس مصر من 4 سنين ما دخلتش النادي، بس ما شاء الله عليهم هم برضو اصحاب نفس الانجاز. معانا النهارده ما شاء الله 4 كؤوس قدامي و4 كباتن كبار، هنعرفهم كل واحد بالكاس والتايتل بتاعه. معانا كابتن مصطفى وهبه دكتور اسنان. اهلا بحضرتك، ريحتك اهو، ريحتني من بدري خالص. شكرا. اي خدمه. هو احسن حارس مرمى في البطوله، ومعانا كابتن مهند جمال وهو محاسب وهداف البطوله. مساء الخير يا كابتن مهند. مساء النور يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله. شغل الفلوس البنك اخباره ايه؟ شغال. هنتكلم على الاعلان ولا بلاش بنك؟ بلاش بنك. ومعانا ابن الوز عوام ابن كابتن محمد هارون، يعني مش عايز تعريف، دي عائله هارون في النادي الاهلي باع كبير. معانا كابتن حسن هارون وهو احسن لاعب في البطوله. مساء الخير يا كابتن حسن. باشمهندس. باشمهندس. عشان التايتل مهم صح؟ صح. عشان بابا يتبص. تمام. ومعانا كابتن الفريق وقائد العمليات زي ما بيقولوا، هو فعلا قائد محنك الكابتن توفيق جماد، هو كابتن الفريق. كابتن توفيق مساء الخير. خالد ازي حضرتك؟ منورنا. ربنا يعزك. اخبارك ايه؟ كله زي الفل. احكي لنا ماتش الجزيره، بقالي كتير ما شفتش الفرقه. انا شفتكم زمان قوي وانتوا صغيرين، لكن انا حاسس انكم اختلفتوا جدا في المرحله اللي جايه اللي فاتت دي يعني، وكان ماتش قوي جدا مع الجزيره. تقول ايه عن كاس مصر؟ كاس مصر بطولة قوية جدا السنة دي، كانت بنظام مختلف خالص. بداية النادي داخل بنظام مختلف بطريقة مختلفة بمدرب أجنبي، دي أول مرة تحصل في تاريخ النادي بالذات في اللعبة عندنا في الووتر بولو. ما حصلتش قبل كده. اللي حصل قبل كده احنا كنا جبنا ناس محترفين، 2 لعيبة محترفين، وكسبنا برضو الحمد لله. بس دي كانت أول مرة النادي يجيب مدرب أجنبي. مدرب اجنبي بلاعبين كلهم نادي اهلي؟ كلهم اهلي. مفيش احتراف في النادي عندكم؟ لا مفيش. الاتحاد واقف موضوع الاحتراف او ان انت تستعير اي لعيبه من بره يعني. بس بولاد النادي بدراع النادي ربنا كرمنا الحمد لله، وقدرنا نحصل على كاس مصر بعد الغياب ب4 سنين زي ما حضرتك قلت في الاول. اداء كان فوق المبهر بشهاده الانديه الاخرى، مش بشهاده الناس بقى من النادي عندنا. برئاسة الجنرال وائل عزت طبعا، انت عارف كابتن وائل عزت، وكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي طبعا بتعليماته. الوضع كله مختلف. المنظومه كلها مختلفه الصراحه. البيزكس حطها كابتن وليد اخونا الكبير او اخويا انا الكبير، لان هو مربي الفرقه دي كلها. انا حضرت كابتن وليد ولعبت معاه لسه صغير. مهند لسه صغير، ومصطفى وحسن كبير دلوقتي. كابتن وليد ده هو يعني اللي حاطط بيز الفرقه دي تماما. من اصغر واحد او اكبر واحد انا لغايه اصغر واحد في الفرقه. جه كابتن ديان هيبقى محيطك طبعا الفقره الجايه. طور بقى اكيد المنظومه لما اتعملت على تكوين متكامل من كل الاطراف، اذا كانوا مصريين او المدير الفني الاجنبي صربي اعتقد. تمام. صربي مظبوط. كابتن مهند، كنت وانت صغير، ولازم اجيبك بس من ورا شويه، وانت صغير كنت طالع سرعه الصاروخ ما شاء الله عليك. النهارده قاعدين مع بعض وانت هداف البطوله. اعتقد ده يعني نجاح شخصي، لكن التيم بتاع الفريق في الشغل كان عليه عامل كبير جوه المباريات. طبعا اول حاجه الحمد لله على كاس هداف البطوله، بس الجائزه دي كلها هي بمساعده فرد في الفريق. حاجه انا اصلا ما كنتش بفكر فيها، لان انا اكتر حاجه بفكر فيها اهم حاجه ان احنا نكسب، وكان عندي كاس البطوله ده اهم من اي حاجه. حتى واحنا بنستلم الجوائز ما حدش فينا كان عارف ان انا هبقى هداف البطوله. وانا ما كنتش بفكر في اي حاجه من الانجاز الشخصي او اي حاجه، على قد ما احنا نفسنا ان احنا السنه دي عندنا بطوله كاس مصر، وعندنا بطولتين دوري وبطوله عربيه. دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي، ان احنا الفرقه كلها نكسب ال3 بطولات ان شاء الله. بشكر طبعا الفرقه كلها ان هي ساعدتني ان انا احقق انجاز شخصي ليا. والحمد لله ان احنا خدنا المركز الاول يعني في البطوله دي، اهم حاجه بالنسبه لنا. دي اهم حاجه. دي اهم حاجه. ارجع لك تاني يا حسن. ما شاء الله احسن لاعب في البطوله، دي حاجه مشرفه جدا، لكن في اكيد في المشوار ده بيقابلنا نقط صعبه، مباريات صعبه. ايه المباراه الاصعب في مشوار النادي الاهلي في كاس مصر؟ كان طبعا كانت ماتشات السيمي فاينال اللي كانت مع هليوبلس، ان احنا كسبنا اول ماتش وبعدين خسرنا الثاني وكسبنا الثالث. هو كان السيمي فاينلز كانت بيست اوف 3، فاحنا كسبنا اول واحد واخر واحد. ثاني واحد ده اللي خسرناه، دي اللي كانت ازمه شويه. ثاني واحد. ايه اللي كانت صعوبه المباراه؟
ان احنا كنا كسبانين اول ماتش فكنا نازلين التاني كنا مطمنين شويه بس فبعدين بقى الماتش مشي بظروف كده تانية وطلعنا يعني بره المود وخسرنا الماتش ده. كان مباراه بالنسبه لكم رجعتوا ازاي تاني بعديها على طول؟ بتلعبوا اعتقد بتريحوا يومين وتلعبوا تاني على طول. كان في يوم بعديه اجازه وبعدين رجعنا تاني. طبعا ديان كان لممنا كلنا وكان في معسكر لينا بس فدي كانت من اكتر الاسباب اللي هي خلتنا نجمع تركيزنا. دي كانت اهم حاجه وكسبتوا 5-2 نادي هليوبلس. تمام. 6-1 ايه الاخبار؟ كنت بحب انا الاجوان بقى. اتفضل. انا احب الاجوان. يعني سيبك من الحوار بحب انا الاجوان. اتفضل. قول لي مصطفى نجم كبير عملت تألقت بشكل كبير جدا بشكل لافت للنظر كل الناس اجمعوا في كره في الووتر بولو ان مصطفى مستواه بيرتقي لمستوى العالميه. قول لي ايه اللي حصل بس اخبار 6-1 ايه الاول؟ 6-1 احنا 6-1 حضرتك قصدك على ماتش ايه الزمالك ولا 6-1؟ مفيش 6-1 ماتش الزمالك هو صح ماتش الزمالك ولا ايه؟ ماتش الزمالك. طب قول لي عندك ايه تاني؟ الماتش ده بالنسبه لنا بره كره الميه او بره اي رياضه المنافسه بين النادي الاهلي والنادي الزمالك هي منافسه كبيره جدا طبعا. فبالنسبه لنا احنا احسن بكتير طبعا في النادي الاهلي من النادي الزمالك في كره الميه فالماتش ده كان مهم بالنسبه لنا والنتيجه طلعت 6-1 عشان كده خدت الشو الاعلامي الرهيب ده. هو عشان النتيجه قريبه لمباراه الكره بالظبط هي بتاعت مباراه كره القدم. لكن قول لي مستوى المتالق او مستوى طلوعك اللي الناس كلها بتتكلم عليه تقريبا كل العاب الميه بتتكلم على مستوى مصطفى وهو طالع ايه تقول ايه عليه؟ هقول طبعا الحمد لله بحب اشكر كابتن باسم زينهم ده مدرب حراس المرمى بشكر الفرقه بشكر كل الناس دخلوني في المود كويس قوي السنه دي الحمد لله قدرنا نتمرن على عيوبي اللي كانت بعاني منها السنين اللي فاتت والحمد لله اللي انا قدرت اوصل للمرتبه دي يعني الحمد لله وكنت ساعدت فرقتي الحصول على كاس مصر. مهند معسكر بارتيزيان كان يعني حجر زاويه طبعا افاد الفريق بشكل مختلف طبعا من العوامل الاساسيه والرئيسيه ان احنا نكسب بطوله زي دي كان عندنا الفتره اللي قبل الكاس كنا محتاجين ان احنا نتجمع مع بعض ونلعب ماتشات مع فريق محترم زي فريق بارتيزان مصنف عالميا كان عندنا ظروف ان قاعده كبيره من الفريق عندها امتحانات ومش هتقدر ان هي نعمل معسكر خارجي مجلس الاداره والنادي النادي وفر لنا ان هو قدر يجيب يستضيف فرقه بارتيزان عندنا هنا في النادي وعملنا معاه معسكر اسبوع كان بدايه المعسكر كانت كبدايه كان مستوى لينا مختلف عن اخر المعسكر كان واضح الفرق اللي احنا تطورنا فيه وده سبب رئيسي من ان احنا قدرنا ندخل الكاس بروح تانية بتجميع كويسه للفريق بمستوى فيزيكال فيتنس. سوري يا مهند معلش دي احتفالات الكاس المكسب كاس مصر بعد بطوله في نادي الصيد مظبوط مين اللي رمى نفسه المدربين؟ انا اعرف ان ووتر بول لازم يرمي نفسه صح؟ لا احنا بنرميهم مين بقى؟ طلعنا شلنا ديان وسيف المدير الفني والمدرب العام كابتن وائل عزت فين؟ كان هربان النحت ولا كابتن وليد بس انا شفت الاستاذ ابراهيم كفراء هو طبعا لعيب سباحه ومن يعني ابن من ابناء اللعبه كان موجود برضو وكان دماطي برضو موجود محمد دواطي كان موجود حاضر المباراه مش انا اعرف ان فرقه ووتر بول والناس بتنزل الميه بصراحه كان لازم الاستاذ ابراهيم كفراء عضو وزاره الاهلي بس هو كان حاجه مشرفه جدا 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 حسن قول لي المرحله اللي انتوا فيها دي مرحله مهمه عندنا كام بطوله في السنه؟ احنا عندنا السنه دي في البطوله العربيه وفي الدوري بس احنا ان شاء الله يعني مركزين على الدوري والبطوله العربيه دول اهم حاجه السنه دي. الاقرب بالنسبه لنا؟ يعني الاثنين احنا لسه هنلعب بطوله عربيه لسه هتبقى في الكويت لسه مش عارفين يعني عنها حاجه. في الكويت شهر 3 خلاص باذن الله. والدوري هنلعب سيمي فاينلز مع الزمالك وبعدين هنلعب الفاينل مع اللي هيكسب من الجزيره وهليوبلس. نلعب بيست اوف فايف المره دي. شايف مين اقرب للمنافسه مع الاهلي؟ والله طبعا الاهلي بيغرد في طريق لوحده ولا المنافسه لسه لا طبعا نادي هليوبلس ونادي الجزيره ناديين محترمين جدا منافسه هتبقى لغايه اخر لحظه
ما اديش توقعات مين فيهم هيوصل، بس احنا ان شاء الله نبقى في اتم الاستعداد للفريق يعني اللي هيوصل معانا فاينل، وان شاء الله الدوري في الاهلي، عشان الدوري غايب بقاله كتير قوي، فدي تشالنج كبيره قوي اللعيبه اتفقت عليها من اول الموسم، اللي احنا ان شاء الله الثلاثيه كاس وبطوله عربيه ودوري يبقى في النادي الاهلي. الجماهير مستنياكم ان شاء الله، دي حاجه طبيعيه. توفيق. ليه دايما البطولات العربيه للووتر بولو هي الاقوى دائما وابدا، هي الاقوى وليس البطولات الافريقيه؟ عشان البطولات العربيه اغلبيتها بيبقى فيها الدول العربيه حد يعني جايبه لعيبه محترفين، وبتبقى لعيبه على قدر عالي جدا من المستوى، لان هو بيقدر يجيب لعيب لمده اسبوع واحد بس، اللي هي فتره البطوله، يلعب على قد البطوله وشكرا. هو بيجيب اثنين لعيبه على قد ان هم يكسبوا البطوله يعني. ده معنى الكلام. فبتبقى قوي، فبتبقى اقوى بكتير جدا. النادي الاهلي هيستعير حد في البطوله العربيه ولا لسه في كلام؟ في كلام كبير جدا ان النادي يضيف لنا اثنين لعيبه محترفين في البطوله العربيه القادمه ان شاء الله. المفروض ان احنا نبتدي البطوله العربيه من 1-6-3 في الكويت، وده التارجت الاولاني عندنا ان شاء الله. بعد كده لما نرجع بالسلامه ونبقى راجعين بالكاس، ده اهم حاجه، نخش في الدوري. نمشي بس ستيب باي ستيب. الاول خلصنا الكاس، قفلنا صفحه الكاس، دلوقتي احنا راحه 48 ساعه راجعين التمرين تاني بعد بكره، نبتدي التمرين لغايه اخر الشهر عشان نتكل على الله على الكويت، ربنا يكرمنا ان شاء الله بطول عربيه يا رب باذن الله. باذن الله مع 48 ساعة تمرين. انا عارف انت مش تبعك الموضوع ده، صح ولا ايه؟ مهند في الجيش. مهند في الجيش. مش تبعك الموضوع ده، انا يعني مستغربه. قول لي يا مهند، سكه الاحتراف كل الناس بتتكلم عليك برضو كلام عالي جدا، وبتكلموا بصراحه انا بامانه شديده ان كل الناس بيتكلموا في العاب الميه على فريق النادي الاهلي ثاني في الوتر بولو، مختلف شكل، مختلف وثقافه مختلفه في الفوز كمان وفي ارض الملعب. قول لي سكه الاحتراف بتاعتك، مش ناوي تاخد التجربه دي؟ والله انا كنت ناوي اخد التجربه دي، بس طبعا حضرتك عارف في ظروف ان احنا موظفين دلوقتي. خلي بالك المدير هيقول لك اقعد. لا ربنا يخلينا المدير. هو بالمناسبه بس مش اكتر من كده، الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، هو يعني رئيسهم في البنك، وهم ما شاء الله عليهم، اذا كان كابتن توفيق او كابتن مهند، ما شاء الله هم واجهه مشرفه جدا وحاجه مشرفه جدا لاي حد. اتفضل يا كابتن. بس الفرصه دي كانت عندي في فتره في سن اصغر، طبعا جالي كذا فرصه، بس انا ساعتها كنت في جامعه وما فضلتش سكه الاحتراف ساعتها. طبعا دلوقتي انا مش عايز العب في حته غير النادي الاهلي لحد ما احقق التشالنج اللي انا عايز اقدر اعمله، سواء للنادي او للمنتخب. فيعني مفيش بلان خالص، مفيش تفكير دلوقتي. النادي الاهلي هو الاهم والترجي بالنسبه لك؟ مظبوط. حسن، لعبه مرهقه جدا، صعبه جدا، مؤذيه جدا بصراحه، ضرب من تحت الحزام زي ما بيقولوا، تحت الميه وما ادراك ما تحت الميه. يعني انا عارف طبعا، لكن لعبه بتتعامل ده ازاي؟ يعني لياقه بدنيه عاليه، مستوى المفروض نتعامل مع ده ازاي، او بنتعامل مع ده ازاي في الوقت الحالي؟ يعني هو ده كله بيجي من التمرين اولا، وبعدين احنا متعودنا على اللعبه دي من صغرنا، ان هي متعور فيها، بنضرب بنضرب فيها، كلها بتبقى كده، اللعبه كلها كده ضرب. هو بره في اوروبا اعتقد في كاميرات بتصور للتحكيم. ولا ده لا، ولا الحكم اللي فوق هو اللي التحكيم؟ لا ده يعني بيتصور من تحت، بس مش للتحكيم. مش للتحكيم، هو الحكم بيبقى شايف من فوق بس. بيقدر يشوف اللي يحصل تحت المايه؟ مش كله طبعا، مش كله. ما فيش حد دولي عندكم مثلا ما بيفكرش ان هو يدخل الكاميرات اللي هي تصوير عشان يقدر التحكيم يشتغل عليها؟ ما دي كده اللعبه، يعني زي الفار مثلا في الكوره، زي الفار في الهاندبول. دي اللعبه هتبوظ. ليه؟ لا ما مش هينفع. شايف كده؟ مش هتبقى حبان كل حاجه. حبان طبعا. قول لي، بتفكروا المرحله اللي جايه فيها بطوله عربيه وفيها تتويج للدوري العام او في الدوري العام، فرق متنافسه كتيره وفرق، مين اللي ينافسك في البطوله العربيه؟ البطوله العربيه طبعا انديه السعوديه وانديه الكويت بتبقى انديه قويه جدا، وانديه بتستقطب محترفين مهمين، فدي بتبقى من اكتر انديه المنافسه. طبعا لو في انديه تانية من مصر بتبقى داخله او مشتركه في البطوله، طبعا بنواجه منافسه معاها. السنه دي مفيش، هو نادي من كل دوله، فاحنا اللي ممثلين مصر ان شاء الله، فبس هو السعوديه والكويت يعني. بقيه الدول بتبقى لحد ما الماتشات اقل في المستوى شويه. اقل في المستوى. السعوديه منافس رئيسي ليه؟ طبعا هو الكويت. النادي الاهلي. مهند، اسالك سؤال على حراس المرمى. كل الناس بتقول ان حراس المرمى نص الفريق، بالذات في الهاندبول كره القدم. مظبوط. الووتر بول نفس الكلام؟ نفس الكلام. ولا اكتر؟
لا صاحبك. لا لا نفسك. انا خليه يقول عليك برضه حاجه. قول لي. انا عايز اقول لك بجد احنا البطوله دي مستوى مصطفى بالنسبه لنا من العوامل اللي ساعدتنا بنسبه 90% ان احنا نقدر نكسب البطوله بشهاده من الجميع، وده فعلا مش عشان هو صاحبي ولا اي حاجه، بس هو فعلا في البطوله دي هو كان عنصر اساسي، كان ظهر لينا في الميه، بتبقى بتلعب وانت مطمن وحاسس ان انت ظهرك متامن. ف زي الهاند بول زي اي حاجه، هو فعلا الجول نص الفريق، ويمكن اكتر عندنا كمان بقى. اكتر لا احنا الهاند بول الفريق كله. ايوه كده صاحب مصطفى طبعا. وفي نفس الكلام في الوتر بولو طبعا. قول لي احنا حصدنا ما شاء الله ثلاث كؤوس، كنا ممكن نحصد اكثر من كده جوائز فرديه؟ لا هو هو كفاية لا كفايه بقى عشان الناس الثانيه ممكن يشاركونا طبعا. لا بس حقيقه مصطفى كان ممكن نحصد جوائز ثانيه، كنا ممكن طبعا، بس هي برضو فيها لعبه احنا لازم الانديه الثانيه ادت مجهود عالي جدا وفي لعيبه مميزه جدا فيها، فلازم الجوائز طبعا تتقسم يعني بين اللعيبه، كل لعيبه مميزه، كل لعيبه ادت 100%، فبتبقى على حسب رؤيه الاتحاد ورؤيه الانديه في مين احسن لاعب واحسن حارس والهداف. الهداف بس هي الكاس المضمون عشان ده بعدد تسجيل الاهداف، ده الوحيد ده الوحيد. اه وحارس المرمى؟ لا حارس المرمى لا طبعا احسن واحد. لا حسن هرجعك لورا شويه، السبب في لعبتك الووتر بول كابتن محمد هارون ولا كابتن علي؟ لا كابتن محمد. كابتن علي ملوش دعوه؟ لا كابتن علي مسكني في المنتخب ومرني في المنتخب برضو ومرني كتير يعني، ليه برضو فضل عليا. هل بتقابل مشاكل ان باباك محمد هارون؟ بصراحه انا بتكلم بصراحه، لان دايما ابن يعني ابن الراجل النجم او ابن الراجل المسؤول بيبقى فيه مشاكل بتقابلها ولا؟ يعني هو نادرا، ساعات بيبقى فيه كلام، بس الحمد لله يعني بثبت نفسي بدائي. بتثبت نفسك بدائي، عجبني عجبني اسلوبه بصراحه. اخبار السوشيال ميديا ايه معاك بقى؟ تعالى لي. جميل مهند. لا 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 بتمسك على طول السوشيال ميديا وبتتابع الناس والجماهير اللي بتتابعك ولا ايه؟ بصراحه طبعا. انت شايف ان جمهور الاهلي بيسبورت كمان الووتر بول؟ بيسبورت بصراحه، والناس كانت بتطالبنا بالبطوله دي بقى لهم فتره يعني، حتى احنا اول ما خدنا البطوله ناس كتير بعتت لنا وكلمتنا وتواصلت معانا بان انت مستنين منكم الدوري كمان، وبيعبروا عن فرحتهم بقد ايه احنا خدنا البطوله دي، عشان كنا بعيد عن البطوله بقى لنا 3 4 سنين في بطوله الكاس. فطبعا في تدعيم، بس مستنيين تدعيم اكتر بصراحه. مستني تدعيم اكتر. عايز اسالك سؤال بجد. تمام. السوشيال ميديا بتبقى فيها اوقات صعبه، فيها كلام مظبوط يتعب. مظبوط. تفتكر حاجه اتقالت عليك؟ كان في عايز تقفل السوشيال ميديا؟ اكيد بيتقال. اكيد اكيد بيتقال. انت فين؟ بس انا في الوقت ده يعني اي حاجه بتتكتب او بتتقال ممكن نيجاتيف في اي وقت، او بسمع اي حاجه نيجاتيف، انا ممكن اسمع حاجه نيجاتيف وانا ماشي في النادي وسط النادي. اي حاجه انا بسمعها نيجاتيف بحاول اقفل على نفسي واركز في تمريني واثبت عكس ده بادائي في الماتشات، يعني باخد الموضوع كتشالنج مع نفسي. بتديك دافع بالظبط ليها. بالظبط. كابتن توفيق، بما انك انت كابتن الفرقه بتقفل على فرقتك وكفايه سوشيال ميديا كفايه بلاش نقفل تليفوناتنا، بتعمل الكلام ده ولا بصراحه طبيعي؟ هو مسالهم اهو قبل في المعسكر قبلها بيومين ايه اللي حصل؟ حصل ايه اللي حصل؟ مفيش سوشيال ميديا، مفيش فيسبوك، مفيش انستجرام، مفيش تويتر، مفيش اي حاجه كده، مفيش. افصل دماغك خالص، انت عندك تمرين الصبح وعندك بالليل ماتش، محتاجين كل لحظه تركيز. كل الحاجات دي بتضيع مننا التركيز، دماغك بتتشتت في حتت تانية، بلس السوشيال ميديا بقى، الجيمز، بلاي ستيشن، الكلام ده كله طبعا اكيد البلاي ستيشن ده بياخد التركيز في حتت تانية طبعًا. واحنا محتاجين نقفل على نفسنا، هم اقل من 48 ساعه 72 ساعه يا جماعه، وان شاء الله ربنا هيكرمنا بس، والحمد لله رب العالمين. يعني عايز بس استاذن حضرتك انوه لحاجه، ان حسن هو وكابتن كريم جمال برضو عضو مميز جدا عندنا في الفرقه السنه اللي فاتت في اخر شرطه في اخر بطوله، هما الاثنين خدوا احسن لاعب مناصفه مع اننا ما خدناش البطوله، بس حسن وكريم جمال الاثنين خدوا مناصفه احسن لاعب. عندنا الظروف اللي مرينا بيها الفتره اللي فاتت أنا كلها، انا عايز اقول لك اسرد لي اسماء الفريق لحسن تنسى حد يزعله منك. احنا عايشين الحمد لله، حافظهم هاتهم كلهم ورا بعض الحمد لله. يلا. بغض النظر عن سرد الاسماء هو كلهم يعني شكرا جزيلا، من بدايه من كابتن محمود الخطيب اللي قابلناه في اهلي زايد الصبح وكان وش السعد علينا ما شاء الله، وتوجنا اخر اليوم بالبطوله الحمد لله رب العالمين، وبنهديها له طبعا كابتن رؤوف عبد القادر وكابتن وائل عزت وكل الجهاز، كابتن محمود حسن كابتن ديان وكابتن سيف والجهاز الطبي والاداري واللعيبه كلهم. هنسى طبعا اللعيبه كلها. بس في حاجه مهمه جدا، ان كان في لعيبه بجد
في لعيبه كان عندها امتحانات بتيجي تمرين الصبح تخلص التمرين وتطلع الامتحان. عندنا ضابط من الضباط انتدب للوادي الجديد نزل اجازه لعب ماتش في السيمي فاينل ما شاء الله ورجع كمل شغله تاني روح النادي الاهلي بس هي دي حضرتك قفلت الموضوع هي طبعا. دي روح النادي الاهلي لان اللعيبه دي فعلا بيتعبوا عندهم شغل وفي ناس عندها دراسه فاكيد لازم نقول لهم كل الاحترام والتقدير لازم نشكرهم جابوا لنا بطوله بنعد تاريخ بطولات جديد للنادي الاهلي وبنزيد من رصيد الاهلي في بطولات الالعاب الجماعيه في النادي الاهلي في النهايه الوقت لازم سريعا عشان المدير الفني وكابتن عمرو كابتن محمود حسن داخلين بشكرك شكرا جزيلا كابتن مصطفى دكتور مصطفى دكتور دكتور بلاش كابتن دكتور احسن صدقني يا كابتن احسن صدقني مهند مبسوط انك كنت معايا النهارده بشكرك جدا جدا ومتفائل مع حضرتك النهارده ميرسي ربنا يكرمك كابتن حسن تعظيم سلام وانا كنت عايز اقول حاجه بس اللي انت عايز تقوله قول انا الكاس ده خدته يعني بالسبورت بتاع كريم جمال وعبد الرحمن هارون دول عبد الرحمن هارون اخويا وكريم جمال ده اخويا الكبير طبعا تمام انا يعني خدت الكاس ده بالسبورت ليهم يعني ده اكتر سبورت حصلت فيه تعظيم سلام والف مبروك كابتن توفيق بنشكرك شكرا جزيلا انت وكتيبه المقاتلين في النادي الاهلي جدا كابتن خالد ونفسي على الاستضافه الجميله دي ونشكر النادي الاهلي دي اهم حاجه انتوا في بيتكم في اخر حوارنا معاهم بنشكر فريق الووتر بولو كله على رأس الجهاز الكابتن وائل عزت وكل المنظومه لانهم حققوا بطوله من 4 سنين ما كانتش موجوده في النادي الاهلي نتمنى في المرحله الجايه دوري وبطوله عربيه ومنتظرينهم هنخرج لفاصل عشان نكمل حوارنا عن الووتر بولو في النادي الاهلي